محافظ حلب حسين ديابو أمين فرع حلب لحزب البعث العربي الاشتراكي فاضل نجار، أقامت محافظة حلب مأدبة أفطار لعمال مؤسسة بحضور محافظ حلب حسين ديابو أمين فرع حلب لحزب البعث العربي الاشتراكي فاضل نجار، أقامت محافظة حلب مأدبة أفطار لعمال مؤسسة المياه وشركة الكهرباء وشركة الصرف الصحي، وذلك تقديرا لجهودهم وتفانيهم في العمل. منقول نعود على كل الناس بالخير والبركة، ونتمنى ترجع البلد مثل أول وأحسن. الحمد لله، الله فرج عنا، والإصابات مسلحة لحرنا، وإن شاء الله الأمور لأحسن، وإن شاء الله بكرة إن شاء الله الله هيك من أحسن لأحسن بانتصارات جيشنا العربي السوري. كل عام وأنتم بخير، بلدنا وشعبنا وقائدنا وجيشنا العربي، إن شاء الله الكل بخير يا رب، وإن شاء الله الفرج القريب وترجع سوريا مثل ما كانت أول يا رب، لأنه هي بلد المعطاء والخير. وكل عام وانتم بخير. هي الفرحة أنه أول رمضان بيعدي علينا هيك بحرية هيك وبرياحة نفسية كويسة يعني، وسلامنا لجيشنا الفدة اللي وصلنا لهالنقطة هاي، والحمد لله، وإن شاء الله متأمل أنه بالنصر الكامل إن شاء الله هالبلد. الله يديمه على الكل بالخير والسلامة واليمن والأمان، والحمد لله ما في أحلى من هيك. يعني رمضان القديم عن رمضان هذا اختلف كتير كتير، والحمد لله رب العالمين. المحافظ أثنى على كافة العمال الذين يواصلون بذل الجهود للتغلب على المصاعب وتوفير الخدمات للمواطنين، مؤشرا إلى أن كل عامل مخلص